يجي شتا مريض ولا مالك؟ شنو انا اخر وحده تعرف في الدرب؟ ما كان بيناتنا والو ياك مريم؟ راه ما بقى بيناتنا والو. نوليش كديري داكشي اللي قال لك مخك؟ وهادشي حنا راه هضرنا فيك قبل ما نمشي للمؤسسه. واش بغيتي ما نخدمش؟ امي في الدار كاين غير انا وياها، شكون غيصرف عليا؟ ولا عرفتي اش غدير؟ خدم اخويا عليا والعيب والعار عليا الا مشيت لشي خدمه. امك مازال عندها لانتريش ديال باك الله يرحمه، تتشدها صرفوا بها تكفاكم. وبلان اخر فين هو الزيف؟ ها شنو كتحديني يا مريم؟ شد معايا الزكاير. ما كنتحداكش الزيف، ما نديروش حيت انت بغيتيه. واش انت مريض ولا مالك؟ راه خاصني انا نقتنع بيه ماشي انت. ومن هادشي كامل انت راه كتقلب على السبه وانا حافظك مزيان. راه انت اللي كتقلبي عليا نجيب سبتي عليك. راه هضرنا انا وياك شحال هادي، تتزوقي وتتماكي وتتخرجي كان مشدود من كتقادي كاع. دم الاخلاق يا مريم. اخلاق؟ انت كتهضر على الاخلاق. راه عاد البارح خارج من الحبس ما نسيتي ولا مالك؟ خليني ساكته ولا نبقى نحكي على الدبره. لا غا حكي على الدبره وخليها شي يسيل دمه ونقيحوها حنا كاع، ما عندناش المشكل. بغيتي عاد تعامل الحبس انا غنتعامل معاك تعامل الحبس. مزيانه لك هادي؟ تبدلتي ها وليتي حاس براسك. يا خساره الايام اللي دازت معاك، فين هي كنبغيك عزيزه وما نفوتكش. لو كنتي كتنافقني ياك؟ انا ما تنافقت حتى واحد، راه بنادم اللي تبدل وخلى الوقت كدور. ما كاينش اللي تبدل قدك. حقا بان لي داك الحبس مثلا خاصك ترجع ليه، ما حككش. بشنو هو مريم من الاخر؟ اش تقلبي نزوق لك شي عين؟ شنو بغيتي السيكو ولا عنبر؟ بلا ما تبقى تهلل عليا، راه كاع ما كتخلعني سمعتيني. ديك مريم شحال هادي راه ماتت. مريم ما تخليناش نوقفوا عاوتاني في محكمه الهضره، نوليو في الضرب والجرح المؤدي الى عاهه مستديمه المنصوص عليها ولا عقوبتها بالسجن من سنه الى 5 سنوات. وغيريها، عيدي لي من هنا.